عليكم ايها المشاهدين الكرام. اليوم غادي نديروا واحد الفيديو كيفاش نقصوا من الفيديو اللي مثلا عندنا شي كلمه او شي حاجه اكتشفناها في الفيديو ديالنا قدمناه ليوتيوب فحطيناه في اليوتيوب واكتشفنا بانه فيه شي خطا، مثلا شي كلمه ماشي هذيك ولا بغيتي تنقص منه الطريقه كيفاش غادي نقصوا من استوديو يوتيوب. مثلا قلت لكم مثلا 4000 ساعه انك تقدر تصوب فيديو فيه 10 دقائق او 5 دقائق تردو 5 سوايع، اقل من 5 سوايع يعني ما تفوتش 5 سوايع. ودابا غنقصوه باش نرجعوه غير 5 دقائق كما كان، اما السوايع غيبقاو وما غيتحذفوش. صحاب القنوات اللي باقي ما قدموش القناه ديالهم مراجعه، ان السوايع ما غيتنقص منهم حتى شي ساعه، حتى دقيقه ما غتنقص مادام ان الفيديو باقي كيقراه الروبو ديال اليوتيوب، انه ما كينقصوش السوايع. الا حذفتي السوايع كامله كتمشي لك. شوف الوغ كيفاش غنقصوا هاد الجزء من الفيديو على في استوديو يوتيوب. غادي نمشيو للبي سي دابا ونركب الطريقه كيفاش نقصوا هاد الجزء اللي درنا نزلناه. السلام عليكم، حنا دابا جينا للبي سي ونمشيو لليوتيوب ديالنا. كليكيو على بلاصة وندخلو استوديو ماشي المحتوى ديالنا، هو استوديو يوتيوب. كليكيو عليه حنا ندخلو ليه، غنمشيو للمحتوى ديالنا، غنمشيو للفيديو اللي درنا فيه 5 سوايع. هو أصلا فيه غير على ما أظن وقيلا فيه 10 دقايق، هو هذا هو 5 سوايع ماشي. كليكيو عليه، هو الفيديو فيه 4 سوايع 59 ثانية شي، هذا هو اللي غنردوه فيه التوقيت ديالو، فيه مات واش 10 دقائق ربما ولا شي حاجة. غندخلو على أداة التعديل، ألوغ الفيديو عندنا هو هذا تقريبا، هو هاد لابارتي اللي كاينة، شي كامل راه والو خاوي كحلة، ما فيها والو، لابارتي كاملة كحلة. غنمشيو كليكو على قطع الفيديو، نمشيو هاد الزر هذا ونحبسو فين ما بغينا، حنا فين بغينا هنايا نحبسو كاع، مثلا نديرو 12 دقيقة ونكليكيو عليها، شتي نكليكيو عليها ونديرو قطع. ألوغ نمشيو من هنايا تلفان ديالو تلخر ديال الفيديو، هاد البلاصة الحمراء هي اللي غنقطعو، فيك من الدقة 12 49 مثلا حتى الاخر ديالو غنقطعو مع عندنا ما نديرو به، لانه سميتو هادي فيديو فارغ، ولكن كيتحسب دقيق، الا خدمتي كان كيحسب. حنا غنقطعو وما عندناش حتى مشكل، حتى شي ساعه ما تنقص لينا، غنكليكو على هذا صح ونديرو. اذا هاد لابارتي كامله غادي بالاحمر غتمشي كامله، غنديرو حفظ. هل تريد حفظ التغييرات؟ حفظ. اذا يقول لك هاته جاري مجاهد الفيديو، اجراء محاوله مجددا في وقت مؤخر، يعني تسنى واحد الوقت، ديك الساعه غادي نرجعوا نلقاو الفيديو ديالنا كانت فيه 4 دقائق، غادي نشوفوا شحال بقات فيه، بقات فيه 12 دقيقه ولا شي حاجه. اما السوايع اللي كانت ديجا خدمنا بهم بغات نحذف حتى شي ساعه وتقول دقيقه غتحذف، لانه اليوتيوب كيقول لك ودي مادام الفيديو باقي، العنوان باقي وباقي الفيديو اثار ديالو تما عندنا، حتى شي حاجه ما كنحذفوها. نتسناو تيكمل المعالجه ونرجعو ديك الساعه نقول لكم شحال بقى في الفيديو. السلام عليكم، حنا عدنا لكم دابا ونشوفوا الفيديو شحال وصل فيه. دابا الفيديو كنا قلنا كانت فيه 4 سوايع و 59 دقيقة، أول فيديو ديالنا شي ولات فيه 11 دقيقة، 11 دقيقة اللي ولات في الفيديو.
11 من 4 سوايع كانت فيها 4 سوايع و59 دقيقة وشي حاجة ولات فيه 11 11 دقيقة اللي ولات شتيو يعني داك الشيء الاخر كلشي تنقص وداك النقص ضروري ضروري انه تحيد لحقاش ما ملي بغيت تقدم القناة ديالك ما خصوش يكون ان الفيديو فارغ وكيتحسب السوايع على كل حال لانه دابا السوايع ديالو اللي جمعنا كلهم غادا تبقى السوايع اللي كنا جمعنا من هذا الفيديو اللي كانت فيه أربعة احصائيات انا نوريها لكم دابا ديالو ايخ 540 ساعه اللي جمعنا منه 540 ساعه اللي جمعت من هذا الفيديو اللي كانت فيه أربعة سوايع هذا التعديل هو الفيديو هو اللي بقى لينا شي هو مابقاش الكحوليه شي كلشي خدام شي هنايا قبل كان داكشي كلشي كحل يعني ما كان فارغ دابا ها هو الفيديو والتوقيت ديالو ها هو 11 دقيقه قبل ما ننسى لي غنوريكم واحد القضيه ديال شحال واحد هادي ابار هادي خارجه بوحدها هادي شحال واحد كيكون داير شي ابليكاسيون مثلا ملي كيبغي يدخل لها كيدخل لها بمود باس المود باس كينساه كيفاش غيجبدو دابا المود باس نساه نسو غادي ديرو هاد اللعيبه تمشيو لجوجل دي طريقه غادي بوحدها نوريها لكم حنت بسعود غتمشي هاد البلاصه هاد في كاين اللي كاين عليها غتمشي هاد البلايصه هاهي هادي هادي غتكليكي على جيري فوت كونت دو جوجل غتكليكي عليها كتمشي كاين اللي عندو بالعربية هاد سيكوريزي الأمان فيها إلا درنا بالتراديكسيون غتكون الأمان جي كخوا تراديكسيون لغة حماية غتهبط لتحت غتكليكي على الحماية غتهبط لتحت هادشي مدير كلمة السر هادي دابا عندك شي ابليكاسيون مثلا فيسبوك ولا انستغرام ولا شي حاجه كتبغي تدخل الهاتف ولا في هذا وكدير الكود عاد كتدخل مثلا شحال واحد انت نسيتي على الكود وباغي تجبدو كتكليكي على هاد البلاصه ملي كتكليكي ها هما لي زابليكاسيون شي بحال دابا هاد فيسبوك مثلا ولا انستغرام ولا مثلا شي حاجه نمشيو هاد بحال دابا ادنوها هاد الابليكاسيون ملي بغيت ندخل ليها يقول لك ادخل مود باس ديال الجيميل ديالك هنايا ندخلوا المود باس ديالنا ديال الجيميل ديال هنايا باش نجبدو والله مود باس صور نسينا عليه ولكن نجبدو كاين ها وحدايا اي حاجه الله يجزيكم بخير مود باس ولا شي حاجه حاولوا تكتبوه في شي كتاب ولا شي حاجه يبقى عندكم ابار باش نهار تبغيه تلقاه قدامك شحال قدك تبقى عاقل المود باس هو هذا اول مود باس اللي خدناه الوغ بغيتي ها المود باس ديالك هو هادو غتكليكي على هاد البلاصة هادشي هادي غيبان لك المود باس ديالك هنايا دغيا غتاخدو وتولي تدخل به شحال واحد كينسى المود باس ولا شي حاجة هنايا بغيتي تبدلو كدير موديفي كليكيتي على هادي راه غيبان لك لا كليكيتي شي لا هادي اي تطبيق اي تطبيق كيكون عندك هناك في ديك البلاصة اللي وريتكم فين ندخلو لها اي ابليكاسيون اللي تابعه لك هاي كتلقاهم كلهم عندك هنايا كتدخل مثلا اي بلاصه تدخل مثلا هنايا بغيتي المود باس ديالك كتكتب المود باس ديال سميتو الجيميل ديالك انا ندخل ليه
ها لابليكاسيون ها هي ها المود باس وهذا تكليكي على البلاصه العين ما يبان لك المود باس ديالك وتدخل تولي تدخل فهمتوا هاد القضيه كاين تا لابليكاسيون اللي خصك تحيدهم من البورطابل ديالك ولا من البيسي ديالك باش ما يبقاوش حقاش كيقدر يدخل ويدخل لك انا نوريك بلاصه فين تدخل تدخل لهاد البلاصه ملي كدير سيكوريتي كتمشي لهاد البلاصه ها جي غير لي زاكسيون تاعي كتكليكي على هنا كيعطيك لي زابليكاسيون اللي عندهم الحق يدخلوا عندك يعني بحال شي شي زابليكاسيون قدروا يدخلوا تكون مثلا كدير دوك لي زابليكاسيون ديال زياده المشاهده هذوك شويه خطيرين لحقاش مولا بيقدر يدخل من المود باس ديالك حتى هو ملي كتسجل عنده راه كيدخل لي دوني ديالك كامل تيولي عنده يقدر ياخذ لك تصاورك والله يحفظ يكون شي حاجه خايبه ولا شي حاجه يولي ينشرها لك ولا شي حاجه وما تعرف حتى شكون انت هنا ملي كتبغي مثلا هذيك ما بقيتيش بغيتيها كتسوبريميها كتحيدها بحال دابا هادي كتسوبريميها كتحيدها ما كتبقاش عندها ما كيبقاش داخله عندك مول هاد لابليكاسيون باش يدخل لي زافو يعني التامر جميع المعلومات ديالك جميع المعلومات راه عندهم ها باش تعرف هاد القضيه ملي كتدخل انا نعاودها لكم ملي كتمشيو ديروا سيكوريزي حمايه كتمشيو لهادي لي زابليكاسيون ها ماشي هم وكتدخل هاد البلاصه جي غير لي زاكسيتي كتكليكي عليها وكتشوف شنو هما لي زابليكاسيون مرتبطين بالجيميل ديالك حيت بديك الجيميل ديالك يدخل لك اللي بغى يدخل يستافد من اي حاجه شي اللي عندك في البورتاب يا ملفات الخصوصيه ديالك يا تصاور يا اوديوات اي حاجه باش تيفيتي هادشي كتكليك على هادي وكدير سوبريمي كتحيدها فهمتوا نتمنى جوج معلومات اللي عطيتهم لكم ينفعوكم ونتمنى الفيديو تا هو انكم الاخر ديال كيفاش ازاله مقطع من الفيديو يعني تقطع الفيديو ديالك تحط قص منه وما ياثرش على السويه ديالك اخر كلام ديالي ديما كنقول لكم هو السلام عليكم.